يعتبر مسرح البحرين الوطني أحد أهم الصروح الثقافية في المملكة، جاء افتتاحه في عام 2012 تتويجا لجهود المملكة في سبيل إثراء الحركة الثقافية والمسرحية على مدى العقود الماضية من خلال احتضانه للعديد من العروض المحلية والعالمية. افتتح مسرح البحرين الوطني في عام 2012 برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو المسرح الوطني الأول في المملكة وأحد أهم الصروح الثقافية، إذ يتميز بتصميم معماري ساحر وأنيق ويعد تحفة معمارية فريدة. تصميم المسرح مستوحى من تراث البحارة، وتمتد الساحة الخارجية له حتى البحر، فيبدو المسرح وكأنه يعوم فوق سطح الماء. ويعد هذا المسرح ثالث أكبر مسرح في العالم العربي، حيث أنه احتضن العديد من العروض العالمية الموسيقية المسرحية والأدائية. المسرح الوطني المعلم الجميل الذي يقابل أي زائر المنامة، حين يصل إلى قلب المنامة عبر هذا الجسر يشاهد المسرح الوطني قريبا من المتحف الوطني. هذا الصرح ما كان اللي يتحقق لولا دعم جلالة الملك، كان حلما، كانت فكرة، كان مشروعا. منذ بدأت العمل في قطاع الثقافة والتراث الوطني آنذاك كان هدفي أن أؤسس بنية تحتية للثقافة، وكان المسرح أحد الأحلام، وأيضا متحف القلعة. استضاف هذا المسرح العديد من العروض، ونفخر دائما بأنه يعد من المعالم الأساسية لمملكة البحرين كصرح ثقافي مميز. يعتبر مسرح البحرين الوطني أهم تتويج لجهود المملكة في سبيل إثراء الثقافة المحلية على مدى العقود الماضية. منذ عام 2012 وهذا المسرح الوطني يحتضن أجمل العروض الفنية العالمية، ليثبت أنه أحد أقوى أعمدة البنية التحتية الثقافية لمملكة البحرين. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.